شركة الحوسبة الصحية اللي انولدت عام 2009 برؤية ملكية حكيمة، كان أهم مبادراتها هو برنامج حكيم اللي انولد من رؤية عميقة من جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيم. الملك كان بيهجس كيف ينقل المستوى الصحي والطبي لمستوى أعلى، وكيف النظام الصحي بالأردن يقدر يحقق قفزة في مسيرة نهضة حياة الإنسان. الحوسبة الصحية هي شركة خاصة غير ربحية كلنا بنملكها، هدفها حوسبة القطاع الصحي في الأردن باستخدام أفضل حلول التكنولوجيا العالمية وبلمسة وخبرات وعقول أردنية من خلال ملف طبي إلكتروني موحد. يعني قصة الورق والإدبارة اللي معبى يزيت انتهت تماماً. اليوم ما في داعي تجيب معك ملفك أو تنساه بالبيت وتنعجق، ملفك عنا بالحفظ والصون في كل إشي بتحتاجه من معلومات بيحتاجها طبيبك من الفحوصات والاستشارات حتى تاريخ أدويتك، وكمان بيعرض لطبيبك لو في تداخلات دوائية وبيحذر طبيبك منها. لأنه حكيم بتؤمن بالأرقام والدقة وجودة العمل، 3.8 مليون ملف طبي إلكتروني مسجل وجاهز على حكيم، 120 منشأة صحية بحوسبة، أكثر من 15 ألف مستخدم مدرب على نظام حكيم، أكثر من 1000 طالب تم تدريسهم في أكاديمية حكيم، 5 أبحاث ودراسات تم تنفيذها من المعلومات والأرقام المستخلصة من نظام حكيم. كل هذا الإنجاز اللي بتعمله شركة الحوسبة الصحية بيتم على أيادي أكثر من 350 أردني مبدع هم خدمتكم ومن جميع محافظات المملكة. المواطن همه الحصول على خدمة طبية بجودة عالية ويحس حاله ببيته وهو عم يتلقى العلاج، علاج كامل وبطريقة آمنة وسلسة وفيها حفظ لوقته وكرامته. هو تلخيص لنظام حكيم. اليوم الدواء صار بيروح لمين بيستحقه بدون هدر ولا إفراط، لأنه بعد استخدام نظام حكيم زادت نسبة توفير الدواء في القطاع الصحي العام بنسبة ملحوظة. يعني اليوم بإمكان أم علي اللي جاية من القرية تحصل على آخر فحص طبي إلها من أي منشأة بتستخدم نظام حكيم باستخدام بس رقمها الوطني، ولما توصل الكل رح يعرف أم علي من رقمها الوطني، ولو مين ما بيعرفك يا حجة. دعمنا لهالمشروع الوطني غير الربحي بيخدم كل عناصر المنظومة الصحية. صحتك هي أهم ما بنملك، وإحنا دائما بنوعدك بأحسن عناية وخدمة بقلب كله حب ورعاية. سيدنا وصانا نخدمك بعيوننا، وصحتك أمانة في أعناقنا، معكم جميعا بننفذ هذه الأمانة، وحكيم هو ملك إلنا جميعا. على فكرة خلال تسجيل هاي الحكاية جميع نسب الأرقام اللي حكيناها فوق ارتفعت وزادت، والبركة بحكيم.